اهلا بكم مشاهدينا وفقره الصحافه واهم ما جاء في الصحف والمانشيتات في هذا الصباح. اول خبر معنا ايه؟ اول خبر معنا من موقع رئاسه الجمهوريه، الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدويه والمنتجات التراثيه، حيث افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض تراثنا للحرف اليدويه والمنتجات التراثيه بمعرض مصر، مركز مصر للمعارض الدوليه. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان السيد الرئيس تفقد قاعات واجنحه المعرض الذي يعقد في دورته الثالثه بمشاركه 1500 عرض، بالاضافه الى مشاركه من بعض الدول الشقيقه كالامارات والاردن والسودان، وذلك في اطار تعزيز التعاون والتجاره البينيه الاقليميه وتعزيز الروابط بين الشعوب. وقد تبادل السيد الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصه، واستمع سيادته الى اقتراحاتهم وافكارهم، ووجه سيادته بتقديم كافه التسهيلات والدعم لهم وبتذليل اي عقبات تواجه انشطتهم من اجل تعزيز تلك الحرف التراثيه التي تتميز بها المحافظات المصريه المختلفه، وذلك في اطار دعم الدوله للشباب والمشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر وتعزيز اليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها الى الاسواق. ومن موقع رئاسة الجمهورية نذهب إلى رازا اليوسف وخبر بعنوان مدبولي يؤكد أهمية التوعية والمتابعة في وقف أسباب التلوث الهواء والحفاظ على جودته. التفاصيل بتقول ثمنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة بالمشاركة مع مختلف الجهات المعنية لمواجهة مصادر تلوث الهواء والتصدي للممارسات السلبية في هذا الصدد، سواء من المنشآت الصناعية أو المزارعين، مؤكدا على أهمية التوعية والمتابعة في وقف أسباب التلوث والحفاظ على جودة الهواء بشكل أكبر. جاء ذلك خلال متابعة مدبولي عبر تقرير تلقاه من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالاشتراك مع الجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالقاهرة الكبرى والدلتا خلال الفترة من 1 إلى 21 سبتمبر لعام 2021. ننتقل إلى اليوم السابع ونقرأ فيه: أول يوم دراسة التعليم، توفير مناخ صحي وآمن للطلاب داخل المدارس. حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم مع تلقي أي شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة. وحذرت الوزارة المدارس من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسي، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسي وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين. وأكدت أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإجزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة مصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة. ومن اليوم السابع نذهب إلى الشروق وخبر بعنوان وزيرة الصناعة تقول أكثر من 50,000 زائر لجناح مصر خلال أسبوع من افتتاح أكسبو دبي. التفاصيل بتقول أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الجناح المصري المشارك بفعاليات أكسبو 2020 دبي شهد إقبالا غير مسبوق من الزائرين خلال الأسبوع الأول من المعرض، حيث بلغ عدد زوار الجناح حتى الآن نحو 50,000 زائر من مختلف دول العالم، وهو ما يجعله أحد أكثر الأجنحة جذبا للزائرين. وأوضحت جامع في بيان لوزارة التجارة والصناعة أنها لمست خلال افتتاحها للجناح المصري منذ أيام قليلة اهتمام كبير من الزائرين بالجناح المصري، وأعربوا عن انبهارهم بمحتويات الجناح ومدى التقدم الذي تشهده مصر حاليا. وأضاف أن مصر تستهدف أن يحافظ الجناح المصري بأكسبو على هذه الوتيرة من الإقبال المتزايد، لا سيما من خلال إثراء المحتوى، خاصة مع بدء الفعاليات التي ستقام داخل الجناح والتي ستتضمن ندوات وحلقات نقاشية ومؤتمرات. وإلى جريدة الجمهورية ونقرأ فيها: التخطيط، وزارة التخطيط تستعرض الاستثمارات الكلية ومستهدفات التعليم في خطة 2021-2022. حيث استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الكلية ومستهدفات مؤشرات خطة عام 2021-2022 فيما يخص قطاعي التعليم ما قبل الجامعي والفني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعليم يعد المدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة. وأكدت هالة السعيد أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعة أنه إيمانا بأهمية التعليم في بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع ثقافيا وعلميا وسلوكيا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولي اهتماما بالغا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته. وأخيرا من بوابة أخبار اليوم، وخبر بعنوان الحكومة عازمة على الانتهاء من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة في أقرب وقت ممكن. تفاصيل بتقول قام دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بجولة تفقدية لعدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بدأها بتفقد مشروع تطوير سور مجرى العيون ومنطقة المحيطة به. ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، ودكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين. استهل رئيس الوزراء جولته بالتأكيد أن الحكومة عازمة على الانتهاء من مشروعات تطوير بمحافظة القاهرة في أقرب وقت ممكن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخاصة مشروعات تطوير منطقتي القاهرة التاريخية و مصر القديمة، من أجل العمل على إعادة مدينة القاهرة لمظهرها الحضاري، مؤكدا أن ذلك يستوجب ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ خلال المرحلة الحالية.